محمد صلاح يضرب الأرقام القياسية بهدف عالمي. استطاع فريق ليفربول الفوز اليوم على ووتفورد بخماسية نظيفة، ولم يتوقف النجم المصري وفخر العرب بل الأفضل بالعالم حاليا عن تسجيل وصناعة الأهداف بعد إحرازه هدفه الشخصي رقم 104 معادل الرقم الإيفواري ديدي دروغبا لاعب تشيلسي السابق بهدف أكثر من رائع مارادوني. واستطاع زميله بالفريق أيضا إحراز هدفه رقم 100 كثالث لاعب إفريقي يصل للهدف رقم 100، والهدف كان من صناعة الفرعون المصري وتسجيل سيديو ماني. رقم شخصي لصلاح وهو تفوقه على الإيفواري في عدد أقل من المباريات، استطاع تسجيل 104 هدف من 165 مباراة، بينما الأول سجل نفس عدد الأهداف من 254 مباراة. وبهدف اليوم استطاع الفرعون المصري تسجيل 9 أهداف في 7 مباريات في شباك ووتفورد، ليصبح الفارق هدف واحد فقط بينه وبين الأسطورة إيان راش الأكثر تسجيلا للأهداف في مرمى ووتفورد من بين لاعبي الريدز برصيد 10 أهداف خلال 11 مباراة. وكل ما حدث في المباراة أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير وأساطير كرة القدم. يورجن كلوب: لندع ما فعله ميسي ورونالدو وهيمنتهما طيلة السنوات الماضية جانبا، محمد صلاح هو الأفضل في الوقت الحالي. وكتب أسطورة الريدز إيان راش عبر حسابه على موقع تويتر عقب تسجيل صلاح للهدف: ما شاء الله يا صلاح الأفضل. حاتم الطرابلسي محلل بي إن سبورت: أحترم وأقدر اللاعبين العرب، ولكن برأي محمد صلاح اليوم في مكان آخر. ودخل الاتحاد الإفريقي كاف على خط التهنئة وهنأ محمد صلاح بمعادلة رقم دروغبا ب 104 هدف في الدوري الإنجليزي. وهناك آلاف التغريدات من رواد تويتر عبر هاشتاجات أبرزها هاشتاج محمد صلاح.